دعنا ننتقل إلى موضوع آخر، وهو يمكن كان أحد المواضيع البارزة جدا في خواتيم العام المنصرم عام 2016، وهو دخول وسائل التواصل الاجتماعي إلى المعترك السياسي عبر الدعوة إلى عصيان مدني في 27 من شهر نوفمبر. دعا لها الناشطون احتجاجا على قرارات وزارة المالية برفع الدعم عن المحروقات وتحرير سعر صرف دولار الدواء. ثم تطورت في 19 من ديسمبر من انضمام قوى معارضة وحركات مسلحة للدعوة للعصيان المدني، وأظل الجدل مستمرا بين الحكومة ودعاة العصيان. ففيما ترى الحكومة فشله لعدم تأثيره على سير دولاب الدولة، يرى الداعون له أنه نجح لجهة أنه أوصل رسالة إلى الحكومة بضرورة التغيير. الآن دخلت وسائل التواصل الاجتماعي المعترك السياسي، كيف تقرأ ذلك؟ بقصول طرابة. نعم، لو قررنا مع التقرير عن الصحافة الورقية والتراجع بتاع توزيعة وهكذا، يبدو أن الأسافير هذه أصبحت الآن السلطة الرابعة الحقيقية، وأصبحت هي المحرك للحراك السياسي. وإذا العصيان المدني بغض النظر نجاح وفشل والاختلاف حول ذلك، أصبح مفردة من مفردات الحياة السياسية السودانية، وهذا يرجع إلى هذه الأسافير أو إلى السوشيال ميديا. فالعصيان المدني كلمة دخلت القاموس السياسي السوداني، بغض النظر عن أنه كان محرك منه أو دار من وراء شنو، بغض النظر عن الاستجابة اللي كانت في 27 نوفمبر وعدم الاستجابة اللي حصل يوم 19 ديسمبر، لكن كلمة عصيان مدني واللي هي يعني بترسي للمقاومة السلمية، لا تظاهر لا بوبان لا ضرب لا هكذا. فيعني بعد بقى جزء من القاموس السياسي السوداني وأصبحت أمر واقع. طيب بروف، يعني الدعوة الأولى للعصيان المدني كانت من شباب ناقمين سواء على الحكومة أو على المعارضة سويا، هل نحن أمام يعني كتلة جديدة أبرزتها هذه التجربة؟ هو كتشكل احنا دائما بنكون دائما امام كتله جديده. بالمناسبه حتى في اكتوبر 64، حتى في ابريل 85 كان في كتل جديده، لكن دائما الاحزاب يدور في المرحله الثانيه، يعني ده شيء طبيعي. المثل اذا كانت استمرت كانت الاحزاب تظهر. انت لو طلع 27 نوفمبر ما في احزاب ظهرت، لكن 19 ديسمبر ظهرت الاحزاب المعارضه، فلانها ديك منظمه، فأي جهة مهما كانت صغيرة وهي منظمة عندها القدرة فإنها تقود الأحداث أكثر من جهات مهما كان حجمها مهما كان انتشارها، طالما أنها غير منظمة بتمشي نهاية الشوط. طيب فطبيعي جدا أنه الأحزاب تصار في مرحلة ما. نعم. طيب يعني قبل أن ننتقل بالسؤال الأخير، يعني هل تتوقع أن تثير مواقع التواصل الاجتماعي حراك قادم في العام المقبل؟ ليس بالضرورة أن يكون عصيان مدني، لكن قد يحدث شيء، حدث ما نحن ما متخيلينه ومتوقعينه، لكن تنفخ فيه وسائل التواصل سيكون لها كلمتها مؤكد. طيب دعنا ننتقل إلى